رقص مثير لبلقيس مع محمد رمضان يعرضها لهجوم حاد. تصدر الفنان محمد رمضان والفنانة اليمنية بلقيس حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تداول مقاطع فيديو لهم وهم بيرقصوا. وظهر محمد رمضان وبلقيس وهم بيرقصوا على أغنية محمد رمضان ثابت، وأثارت بلقيس الجدل بإطلالتها واعتبرها عدد من متابعيها بأنها جريئة مقارنة بما تعودت على الظهور به. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.